خلفي. طيب امبارح الزمالك كنا مستنيين مباراة تبقى سهلة على الزمالك، الزمالك يكسب المباراة، الزمالك محتاج 3 نقاط، قلنا الزمالك ما ينفعش يخسر أي نقطة عشان يكمل المنافسة على الدوري. إيه اللي حصل امبارح؟ لا هو يعني لو هنتكلم على ظروف المباراة، يمكن المباراة كانت الشوط الأولاني الفريق الجونة كان مستحوذ على الكرة أكتر، الشوط الثاني نادي الزمالك قدر يعدل من أسلوب لعبه وابتدي عمل هجمات، ابتدي أحرز هدف، لكن طبعا كل حاجة لازم يبقى ليها تخطيط. يعني التخطيط مش بس مجرد مباراة بتتلعب جوه الملعب، لا التخطيط بره الملعب كمان. صحيح. يعني التخطيط من بره مهم جدا، انك انت عارف ايه اللي ممكن تقراه جوه الملعب وتقدر يبقى البديل بتاعك موجود علشان يقدر يدعمك بالشكل اللي انت عايزه بالنتيجة المرضية اللي انت عايزها. صحيح. فطبعا الحاجات دي كلها لازم تدرس قبل لقاء زي ده، مهم جدا، وانت بتستعد لهذا اللقاء من اكتر من 40 يوم 45 يوم. يعني سافرت قبرص، عملت مباريات، يعني الشكل العام انك انت تستعد لهذه المباراة بهذا الوضع فانت ما درستهاش صح. صحيح. تاني حاجه النهارده يعني المدرب كان لازم في التغييرات يكون حريص جدا ان هو مش مجرد ان في حد بيضغط او حد بيتكلم او حد بيقول او 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 كلام من ده ان انا اسمع هذا الكلام، لا انا اشوف احساسي كمدرب التغييرات السليمه اللي انا شايفها ممكن تؤدي للفريق للمكسب هو ده اللي بيتم، لان هو المدرب ده عباره عن ايه؟ بينزل الحاجه اللي هو حاسس بيها وبيشعر بيهم، لان هو شاعر بالتدريب بتاعهم، شاعر بالمجهودات بتاعتهم، شاعر بمين اللي فيهم يليق للمستوى الفني في المباراه زي دي علشان يقدر يحقق ال3 نقاط المهمين جدا، لان المباراه امبارح مباراه مصيريه، يعني المباراه دي هي مربط الفرس وهو الدوري. صحيح. فخالد لما جه لعب هذه المباراة والتغييرات اللي حصلت ما حسبش الموضوع صح، عمل التغييرات فقال لك ايه، انا ادافع. طيب انت عندك فرقة قدرت توصل ليك للشوط الاولاني اكتر من مرة. صحيح. وعندهم سرعات عالية وعندهم الاول عندهم حاجات كتير جدا تساند ان هم يكونوا ضدك بشكل قوي.